أحداث وتطورات سياسية متسارعة على الساحة الكردستانية، جولة من المباحثات الكردية الكردية وأخرى كردية عربية بدأت منذ مساء يوم أمس. هذه الاجتماعات التي ترأسها رئيس إقليم كردستان انصبت في مسألة إنهاء التوتر السياسي في عموم العراق، سواء بين الأطراف العراقية أو بين الكتل السياسية الكردية في الإقليم. ففي صباح اليوم الأحد اجتمع رئيس الإقليم بحضور رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية الكردستانية لبحث عدة مسائل مهمة، منها إرسال وفد إلى بغداد لحل المشاكل العالقة، وكذلك إعادة الترتيب البيت الكردي وتشكيل المجلس الأعلى للأحزاب الكردية وعقد اجتماعات دورية. تباحث على القضايا المهمة داخليا والقضايا اللي مع إقليم مع بغداد، وإرسال وفد من إقليم كردستان للتباحث مع دولة القانون والحكومة العراقية لحل المشاكل العالقة بين إقليم والمركز حلا جذريا. لقاء آخر لرئيس الإقليم، هذه المرة مع زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي، حيث جرى بحث المشاكل السياسية الراهنة، وقد أكد الجانبان على ضرورة العودة إلى الدستور لحل الخلافات. وقد سبق لقاء علاوي اجتماع رئيس الإقليم مساء السبت بوفد رسمي من دولة القانون، جرى التأكيد خلاله على ضرورة البحث عن آليات محددة للتواصل عبرها بغية الوصول إلى حسم المشاكل العالقة. تم الحديث عن المشاكل الأخيرة، وتم التطرق إلى أسس المشاكل وكيفية التعامل مع هذه المشاكل والحلول المستقبلية. الحلول المستقبلية يتعلق بالالتزام بالدستور والاتفاقات التي تم توقيعها بين مختلف القوائم السياسية حينما تشكلت الحكومة العراقية. وفد دولة القانون أكد للحرة إن هذه الزيارة جاءت حرصا من رئيس الوزراء لحل الخلافات بين الكتل السياسية، وليس تلبية لشروط أي طرف، مشيرا إلى أن الالتزام بالاتفاقيات يجب أن يأتي من جميع الأطراف. هي ليست ترضية وليست استجابة لشروط، إنما هو مسعى لبيان احترام الطرف الآخر والتواصل من موقع والحوار تحت مظلة الدستور وحل كل الإشكالات بهذه الآلية، وهي الآلية الطبيعية للإشكالات التنفيذية تحصل والمشاكل السياسية تحصل، لكن العبرة في آلية حلها بالحكمة والحوار والتفاهم. مراقبون يرون أن هذه اللقاءات جاءت بعد ضغوطات داخلية لضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد، وأخرى خارجية من قبل الجانب الأمريكي الذي يراهن على إنجاح العملية السياسية في العراق. هناك اتجاه في الضغط، الضغط الداخلي والضغط الخارجي، وأكيد هناك دور الأمريكا في تقريب وجهات النظر بين دولة القانون والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني لاستمرار ولإبقاء العراق في وضعها، و والضغط الداخلي هناك مصالح لمالكي ببقائها في قمة السلطة، ومصالح للتحالف الكردستاني بتطبيق مطالبها في بغداد. وعلى ما يبدو أن إقليم كردستان يحاول ترتيب وضعه السياسي على المستويين الداخلي ومع بغداد أيضا، ليبقى دوره رئيسيا كما كان منذ عام 2003. سرو عبد الواحد، الحرة، أربيل.